وعبر الهاتف ينضم لنا من القاهرة دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. دكتور أهلا بك معنا. مبدئيا محاولة الاستهداف هذه الأخيرة كيف تلقيتموها وما تعليقكم؟ قطعا المسجد الحرام والبلد الحرام له خصوصية وهو ملك لجميع المسلمين، ومعروف حكمه في شريعة الإسلام أنه مكان آمن ومن دخله كان آمنا، ومعلوم أن من استهدفه أو قصد إيذاء من فيه أو التعرض له فهو في حرب مع الله عز وجل، يعني وعده الله عز وجل بالعذاب الأليم، ولم نوكل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا الله عز، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومعلوم تاريخيا أن الله عز وجل دافع عن بيته الحرام حين استهدفه أبرهة وجنوده، والله عز وجل باق ويمكن أن يرسل بهذه الجنود على من يستهدف البلاد الحرمين والحرم الشريف خاصة. نعم دكتور، في نفس هذا الإطار الكل يتحدث على وجوب أن يكون هناك في هذه المرحلة موقف حازم وحاسم، نتحدث على ماذا؟ هو نحن نتحدث من الناحية الدينية، المواقف السياسية وما ينبغي أن يكون من إجراءات يعني لها من يقدرها ومن يتخذ المواقف المناسبة، لكن إذا استهدف البيت الحرام فواجب على كل مسلم أن يفعل ما بوسعه للدفاع عن بيت الله الحرام ولو بالإنكار القلبي. هذا عمل مدان ممن فعله، وأعتقد أنه إن كان أقدم عليه أحد من الناس أو جماعة أيا كانت بقصد وتستهدف هذا فعلا أنه بداية النهاية، فلا يمكن أن يترك من يقصد بيت الله الحرام من قبل الله عز وجل ولو تركه الناس. نعم طيب، هذه مسألة لا يختلف عليها، واضح، ليس فقط للمسجد الحرام ولكن لأي مكان وجد فيه مدنيون. طيب، ودور علماء الدين دكتور لو سمحت لي، يعني إلى جانب هذه المواقف السياسية التي أشدت بوجوبها وبأهميتها في هذه المرحلة، موقفكم أنتم؟ موقفنا كعلماء دين أن نبين أن هذه جريمة نكراء، وأن من فعلها أقدم على جريمة لم ترد في عصور الإسلام كلها، وإنما وردت في العصر الجاهلي وهي معروفة مسجلة. واجبنا أن نحذر من استهداف دور العبادة ولو لم تكن المسجد الحرام، واجبنا أن نحذر من إدخال المدنيين ودور العبادة وغيرها من الأماكن الآمنة في صراعات مسلحة أيا كان سببها وأيا كانت الأطراف التي تشارك فيها. هذا هو دور العلماء في بيان الحكم ومناشدة الناس جميعا بالبعد عن بيوت الله عز وجل وعن الأماكن الآمنة، ومناشدة المسلمين أن يكونوا دائما مستعدين للدفاع عن مقدساته. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة من القاهرة دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف. شكرا دكتور.